دكتورة هالة، يعني أنا عارفة طبعاً حضرتك مهتمة جداً بموضوع التعليم، بموضوع الطفولة، بموضوع الأمومة إلى آخره. موضوع التعليم على سبيل المثال، كيف يسهم التعليم في رأيك في أنه أيضاً يحذر من المخاطر التي يمكن أن يسببها تغير المناخ وهذه التغيرات التي تحدث في البيئة؟ خليني أقول لحضرتك أنه طبعاً التعليم بيلعب دور مهم جداً في قضايا المناخ وقضايا التنمية المستدامة. يعني كيف؟ إحنا يعني المناهج لازم تكون بتاخد في الاعتبار، بتفهم الأولاد إيه القضية المناخ. طبعا كل واحد على حسب مرحلته السنية وقدرته على الاستيعاب وأيضا إنه يعني نرسخ شوية ثقافة التنمية في الأطفال. يعني خليني أقول لحضرتك أنه محاور ثقافة التنمية، الواحد بيستغرب. يعني أنا حضرتك كما تعلمين أن أنا يعني نشأت في بيت اقتصادي، اتربيت على القيم بتاعة ثقافة التنمية، ما فهمتش أن دي ثقافة التنمية غير يعني بعد لما دخلت كلية الاقتصاد. ومنها تقديس قيمة العمل على سبيل المثال، يعني إن العمل شيء مهم جداً طبعاً، العمل عبادة. نقدر نقول كمان يعني في التنشئة فكرة عدم هدر الموارد، إن الواحد يعني يغرف في طبقه على قد ما هو هيقدر ياكل، ما يسيبش حاجة زيادة، ما يرميش حاجة مش عاجباه. يعني فكرة هدر الموارد برضو وإنه المحافظة عليها